شفت هذه الوجوه وايضا مبادره طيبه جدا يعني تعمل الباراء وصرنا نقصوا يعني ارجاع صرنا انا هذا الشيء يعني ما قدروش يعني الشكر جزيل جدا على وجه بارك الله فيك على طلبك تاعك ذكريات ممكن تساعدنا في المستقبل انه نتقوى اكثر وحنا غايتنا هما اولادنا لانه احنا ممكن نطاب جناننا ولكن بالنسبه للاولاد من كل الجوانب لازم يثمنوا هذه الاشياء واوليائهم كذلك لازم نحيوهم لانه لازم تكون عندك ثقه كبيره في الناس وشجاعه كبيره انك تخلي ولدك في عمر 11 سنه يسافر خارج البلد يجي من بالي وارتيلان للعاصمه ومن العاصمه لباريس او يروح من الابيار الى باريس فالامر ليس هين كذا مبادرات خاصه بالاطفال وخاصه بالجمعيات الثقافيه والرياضيه اكثر من مهرجانات اخرى خاصه بالكبار لان المستقبل هم هؤلاء وبعدين البراءه موجوده والنيه الطيبه موجوده وبعدين المؤطرين ايضا بدلين جهد كبير انا ما جيتش نهنيهم على النتائج لانه النتائج الفنيه بالنسبه لاولاد صغار ما عندهاش قيمه كبيره بقدر الحضور والتواجد والمشاركه والاحتكاك ويكبروا مع بعضهم البعض على الرياضة على ممارسة الرياضة وبعدين جايين في اللحاف أعتقد بأنه عنده علاقة كبيرة جدا خاصة لما يكبروا عليها الأولاد صغار للمؤطرين الناديين وشكرا للأولاد صغار اللي أعطونا الفرصة أننا نلتقي بها كذا شكل هم الأساس هم الأولاد صغار وبعدين الجمعيات هذه قائمة بواجبها وأكثر ولو أنه أنا عارف ظروفها أيضا الجمعيات سواء كانت ثقافية أو رياضية ربما لأنه عندنا أولويات أخرى ولكن النضالات وجهود الناس اللي قايمين عليها لازم نثمنوها ولازم نرافقوها والمرافقة مش بالضرورة بالمال أنا ما جبتش أموال ولكن جيت أي والله هذا الدفع المعنوي مهم جدا بالنسبة للأطفال واخترت أنا ميور جوار دومي فينال كونتر الولايات المتحدة الأمريكية وإن شاء الله نجحوا ونزيدوا أكثر إن شاء الله وهي في البداية صعيبة بعد والفنا الماتش الأول خسرنا كنت على المكسيك تروادهم بعد الماتش دوزيام ربحناهم وكاليفينا وبدينا نحسو شغل قادرين ندوها بعد ديناها لعبنا مليح برومير ماتش خسرنا مي لي زوتر ماتش ربحناهم وطلعنا ودينا لا فينال أشكر قناة زيرتوب على هذه الالتفاتة الطيبة أشكر أيضا الأستاذ والمعلق الرياضي حفيظ دراجي الذي هو الآخر كان معنا هنا يعني المأمورية لم تكن سهلة طبعا هي صعبة لأنك تلعب في تكون أنت تلعب في منطقة نائية وبعد ذلك تذهب مباشرة إلى فرنسا تكتشف أجواء أخرى لكن برغم الصعوبات فازوا بالكأس والحمد لله أيضا أشكر الجالية أقول للمرة الألف أشكر الجالية الورتيلانية المتواجدة بفرنسا هي أيضا قامت بالواجب أشكر جميع الذين ساهموا لإعطاء إضافة للثقافة الرياضية شيء جميل وعندما نذكر الثقافة الرياضية بمساهمة اللاعبين الكبار والصحافيين الكبار ورؤساء الفرق نادية النشأة عندك فرق عندك بسيطة وأعطت ثمار كبيرة جدا خارج الوطن نشكرهم ونشكر الذين ساهموا على الإضافة الإيجابية من أجل الطفل من أجل الشاب الجزائري سعدنا نحن جمعية شباب نعم نستطيع بتنظيم هذه الاحتفالية الجميلة على شرف الأبطال الصغار اللي شرفوا الوطن والجزائر في منافسة دولية بفرنسا أطفال مولودية الأبيار وأطفال أسارو
بني شبان ببني ورتيلان هي اقل شيء نقدروا نديروه. وشرفهم اليوم ايقونه الاعلام الجزائري النجم التعليق العربي حافظ الدراجي، هذا مجرد حافز يعني يعطي لهم حافز باش يقدموا افضل، وايضا يكون حافز لفرق اخرى باش تقدم وتلتحق وتدير نشاطات مماثله. احنا جمعيه شبابنا عم نستطيع عن مديريه الشباب والرياضه لولايه العاصمه، هذه الاشياء ايضا من ادوارنا واهدافنا المساهمه بالتشارك مع عده فعاليات عده جمعيات باش نديروا تشاركيه ايجابيه من اجل الجزائر جميله من اجل الجزائر رائعه، وان شاء الله القادم افضل هذا الشبان والمختلف الجمعيات الجزائريه. افتح اكياس شيبس لوكس تبقى لك شارجي اهدر كونيكتي استمتع بالصيف بصحتك. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.